مساء النور، اهلا اهلا بحضرتك معانا على موقع ميديا بلدي. اهلا وسهلا بيكم ومنورين اسماعيليه وجامعه قناه السويس. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. طبعا انجاز كبير قوي حصل على المسرح. الحمد لله. الحمد لله. عايز اعرف حضرتك اكيد طبعا والله اكيد. طب كويس. حضرتك تم الاعداد ازاي وتم الاعداد ازاي للحفله نفسها؟ والله احنا بقالنا فتره بنعد للمهرجان الفني الجميل ده، واول مره يحصل مهرجان وعرض فني قبل العروض المسرحية، وهذا العرض هيتم عرضه في إسماعيلية في المجتمع بقى في وسط الناس، هيبقى في جنان إسماعيلية وفي سويس وفي العريش. هنلف بيه شباب الجامعة، هيلف بهذا العرض الجميل للعروض المسرحية بره في المجتمع الاسماعيلاوي والسويسي والعريش. بما ان حضرتك مسؤول عن العرض، حضرتك واجهت صعوبات في تأدية العرض؟ لا، انا مش مسؤول عن العرض فقط، انا مدير عام الادارة العامة لرعاية شباب الجامعة على مستوى اسماعيلية والسويس والعريش. اهلا بيكي. فطبعا تم اعداد فترة طويلة من الناس اللي صمموا الرقصات والموسيقى والكورال والأغاني الفردية، كل ده تحت منظومة في حب مصر، الهلال والصليب إيد في إيد في حب مصر، علشان دي رسالة بنوجهها لكل العالم، مش مصر والدول العربية فقط، دي رسالة بنوجهها لكل العالم، ان ما في مخلوق او دولة تفكر انها تدخل وتعمل فتنة ولا تعمل اي شيء بين المسلم والمسيحي، استحالة. احنا نسيج واحد ووطن واحد منذ الخليقة، وهنموت برضو على نسيج واحد، الوحدة الوطنية بين مسلم ومسيحي. مفيش مخلوق يقدر يدخل بين هذا الحب اللي سنين عمرنا من الأجداد وبيزيد أكتر لوقتنا هذا. النهاردة مع هذا المهرجان الجميل ده هيبتدي العروض المسرحية لطلبة كليات الجامعات. النهارده أول باكورة عرض مسرحي لكلية الهندسة بإسماعيلية، وعلى فكرة كلية الهندسة أول عرض ليها، ما مارستش قبل كده نشاط فني مسرحي. فالنهارده حاجة جميلة أوي إن ألاقي أغلبية كل الكليات العملية مشتركة في الفنون، في المسرح، في الفنون التشكيلية، في الفنون الشعبية. كان الأول المنافسة بين كليات النظرية، الجديد إن بقت الكليات العملية تنافس الكليات النظرية. فأهلا وسهلا بيكم، وبرحب بيكم تاني مرة على أرض جامعة قناة السويس ومنورنا. شرف لنا ان حضرتك معانا يا فندم. ميرسي ميرسي يا حبيبتي. اتمنى نشوف حضرتك تاني في اعمال جديده باذن الله. يسعدنا، واهلا وسهلا في استضافتنا ليكوا في اي وقت. ترحبوا وتشرفوا جامعه قناه السويس. ميرسي لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. شكرا.